احتل المنتخب الإماراتي المرتبة الثالثة في البطولة القارية على حساب العراقيين في مواجهة كانت عامرة بالفرص واللمحات الكروية الجميلة. البداية قوية من جانب الإمارات عمر عبد الرحمن بكرة تهادت أمام قائد الأبيض أحمد خليل ليودعها هدفا أول في مرمى الحارس العراقي جلال حسن. وفي الدقيقة 20 كاد السفاح يونس محمود يعدل للعراقيين، لكن تصويبته ارتطمت بالقائم قبل أن يقطعها الحارس خالد عيسى في الوقت المناسب. الضغط العراقي استمر على الإماراتيين لتنفرج أساريرهم عند الدقيقة 28 بهدف التعديل من وليد سالم الذي أعاد الهدير للجماهير العراقية. وفي الدقائق الأخيرة من النصف الأول أضاف أمجد خلف هدفا ثانيا لأسود الرافدين في حوار كروي من السهل الممتنع بين منتخبين كانت طموحاتهما أكبر من المرتبة الثالثة. وتبدلت الصورة في الشوط الثاني بسيطرة إماراتية أثمرت هدف التعديل للإمارات عبر تمريرة عمر عبد الرحمن لأحمد خليل الذي أدرك التعادل في الدقيقة 51. بعده بدقائق خرج أحمد خلف البطاقة الحمراء للمخاشنة، فكان التقدم الإماراتي بهدف ثالث من علامة الجزاء سجله متصدر الهدافين علي مبخوت في الدقيقة 58 ليتصدر لائحة الهدافين.